بن عبد العزيز آل سعود حرصه الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي وعدم السماح لأي يد خفية بأن تعبث بذلك، مشيرا أيده الله إلى التعاون مع الأخوة والأشقاء في دعم الجهود العربية والإسلامية لما فيه الخير والاستقرار. جاء ذلك خلال حفل الاستقبال والذي أقامه خادم الحرمين الشريفين في الديوان الملكي بقصر منى يوم أمس لأصحاب الفخامة والدولة، قادة الدول الإسلامية وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام. وفي بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين رعاه الله فخامة الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف، وفخامة الرئيس جون كور تراري رئيس جمهورية مالي السابق، ودولة السيد محمد عبد الله جون رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الفريق والركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، ودولة الرئيس المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي سليم عبد الله الجبوري، ومعالي رئيس مجلس النواب الإندونيسي استيان فانتو، ورئيس البرلمان النيجيري أماد سوليفو، وكبار المسؤولين من عدد من الدول الإسلامية. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك ألقى معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار كلمة رفع في مستهلها التهاني لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وللأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وأكد معالي وزير الحج أنه استجابة لتوجيهات القيادة فقد قامت وزارة الحج بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى بتوفير كافة التسهيلات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة. وأردف معالي قائلا إن الجهود الموفقة والتي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في متابعة منظومة الحج والوقوف بنفسه على مستوى الخدمات أضفى المزيد من الراحة للحجاج وارتقى بالعمل التنفيذي إلى المستوى المستهدف، معبرا عن تقديره وعرفينه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة الذين قادا مسيرة الحج في المدينتين المقدستين بفكر حصيف تحت شعار الحج عبادة وسلوك حضري. ثم ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامية الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي كلمة قال فيها إن المخلصين لدينهم وأمتهم يتابعون بأسا وألم ما يجري في بعض البلاد العربية والإسلامية من الفتن والاضطراب، وقال إن آمالهم عظيمة في مبادراتكم الجادة يا خادم الحرمين الشريفين لإخراج هذه الأمة من الأزمات وتخفيف آثارها المحزنة، وأن المسلمين المخلصين يتابعون بتقدير وإعجاب ما تبذله المملكة من الجهود العظيمة في أزمات كثيرة سعيا في إيجاد حلول عادلة تهدف إلى التصالح والتسامح والتعاهد على حقن الدماء واحترام كرامة الإنسان.
أضاف الدكتور إنه ومن أبرز الجهود الموفقة والتي قامت بها المملكة عاصفة الحزم استجابة لمناشدة الشعب اليمني وحكومته الشرعية ورفعا للظلم عن شعب اليمن وحماية وحدته واستقراره. أضاف قائلا إن من فضل الله على قادة المملكة العربية السعودية وأبنائها أن جعل بيته الحرام ومسجد خاتم رسله فيها ووفق قادتها لتطبيق شرع الله وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. بعد ذلك ألقيت كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج ألقاها الدكتور هايل عبد الحفيظ داود وزير الأوقاف الشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مكتب شؤون الحجاج في مملكة الأردن، عبر فيها عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي عهده رعاهم الله على الجهود الكبيرة والمنظمة كافة وعلى الأعمال الخيرة الكريمة والتي تبذل لخدمة وراحة وأمن حجاج بيت الله الحرام لكي يؤدوا شعيرة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام في يسر وسهولة وأمن وأمان. وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الكلمة التالية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد بن عبد الله القائل: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد أمه. أخواني حجاج بيت الحرام، أخواني المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن هذا اليوم يوم العيد الأكبر هو النحر، أعظم يوم عند الله عز وجل، فيه يكمل الحجاج حجهم ويغفر لهم ذنوبهم ويعرفون اليوم ويعودون اليوم كوالة أمهاتهم. والحمد لله الذي جعل من الحج فرصة عظيمة يبدأ الإنسان بها حياة جديدة ويعمره بتقوى الله والعمل برضاه. والمملكة تفخر بما جاء حفظ الله من شرف عظيم في خدمة الحرمين الشريفين وقصدهم. إخواني حجاج بيت الحرام، إن الإسلام دين الأخوة والسلام والرحمة والعدل والإحسان، هو الدين الذي يحث على صلاح الحياة وعمارتها. وقد تعلمنا من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من يبذل يده ولسانه ووجهه في نفع الناس والإحسان إليهم. إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعلى هذا هدى نسير ونوجه أعمالنا سيدنا عجل التوفيق والسداد. أيها الأخوات، إننا من موقع مسؤوليتنا العربية والإسلامية وانطلاقا من دور المملكة السعودية الإقليمي والعالمي نؤكد حرصنا الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي وعدم السماح للأديان الخفية أن تعبث في بذلك، ونحن نتعاون مع أخواننا وأشقائنا في دعم الجهود العربية والإسلامية لما فيه خير واستقرار. أيها الإخوة والأخوات، حجاج بيت الحرام نكرر ترحيبنا الدائم بكم في مهبط الوحي وموطن خاتم الرسالات، وإننا في المملكة السعودية قد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. نذرنا أنفسنا وإمكاناتنا